صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل اسم عبد الوحيد فيه تعبد لغير الله أم أنه اسم من أسماء الله جل وعلا؟ الوحيد ما أعلم أنه من أسماء الله، من أسماء الله الواحد، واحد الأحد الفرد الصمد. فإذا قيل عبد الواحد فأحسن من قول الوحيد. الوحيد ما أدري. نعم.